ننتقل إلى مدينة دبا الحصن، حيث يختتم المجلس البلدي وبلدية مدينة دبا الحصن اليوم مهرجان المالح في نسخته الرابعة وسط إقبال منقطع النظير في مختلف فئات المجتمع. مهرجان المالح بدورته الرابعة جسد في دبا الحصن شعاره معا نجدد ماضينا على أرض الواقع من خلال ورشه وفعاليات متنوعة الهادفة لنقل الموروث الشعبي للأجيال الناشئة. السنة يعني شارك مجلس أولياء أمور طلبة وطالبات دبا الحصن ولأول مرة في ورش تعليمية وتدريبية للطلاب بالمدارس، فإحنا يعني حريصين على أن التراث يستمر. الكثير من الزوار جذبهم مهرجان المالح وحرصوا على زيارته قادمين من مختلف إمارات الدولة للحصول على ما يلبي رغباتهم ويرضي أذواقهم. جينا من تعنينا المالح خاص ناخذ المالح، وحين رمضان جاي نهيئ أعمارنا حق رمضان للمالح. أنا اشتريت الصحون واشتريت المالح واشتريت السحناء واشتريت الخل واشتريت كل شيء، يعني كان جاي ما مش موجود عندي هناك، جيتني وخذتني وحين بروح ابو ظبي. هو ترويج اول شيء عن مدينه دبا الحصن، شايف ما شاء الله العالم انت قدامك، يعني هذا المهرجان هو كسب انه هو التجاره وكسب هانو لجذب الناس على اساس يزوروا مدينتنا الفاضله. الجهات المنظمة لمهرجان المالح تسعى من خلال الدورات القادمة إلى تطويره ليكون مميزا كعادته نظرا لنجاحه الباهر رغم عمره القصير. سنويا نسعى إلى تطوير هذا المهرجان، والسنة أضفنا كثير من الفعاليات المصاحبة لهذا المهرجان، نحيي هذا الموروث، موروث البحري للمنطقة، بحيث أن ينتقل هذا الموروث للأجيال القادمة. يكون عليه كبير لأنه يكون في موسم واحد في السنة، فالحمد لله توافق من الله أنه يعني هالمهرجان توفقنا فيه، والجمهور ما شاء الله باستمرار يطلب أنه نزيد هالأيام، وإن شاء الله نحن نحاول السنة القادمة يكون المهرجان بصورة أفضل إن شاء الله. هذا وتميزت الدورة الرابعة للمهرجان بالأسعار المدعومة للمالح التي تشتهر مدينة دبا الحصن في صناعتها منذ القدم إلى يومنا هذا. مهرجان المالح جسد على مدى أيامه الأربع احتفاء حيا بالموروث البحري وكيفية استثمار خيراته وتحويلها إلى غذاء صالح لكل المواسم والفصول. لأخبار الدار محمد رمضان، المنطقة الشرقية دبا الحصن.